معكم بدر الدين سكوات ولد مدينة أسفي معروف بتولاية قهوة حليب واليوم صبحت أمباسادور جولد ماروك 2021 <applause> بالنسبة للمشاركة ديالي في مسابقة ديال توب موديل شفت الإعلان على على الانستغرام وشاركت وشاركت بحالي بحال بحال جميع بحال جميع لي كونديدا وفاش تقبلت مشيت دوزت الكاستينغ في كازا والحمد لله جاب الله التوفيق وجبنا اللقب ديال امباسادور جولد <applause> الحلم ديالي من اني نكون عارض الازياء او نكون موديل منصوري من صغري كان عز كما كنقولوا ستيل عز عليا نلبس الكلاس نلبس البلدي نلبس شي حاجه اللي زوينه اللي متميزه تكون متميزه على شي على الناس الاخرين من بعد في 2017 تعطاتني واحد الفرصه من ورا ستاند اب تعطاتني واحد الفرصه مع مع اكبر ستيليس في الرباط هدى الفلسطينيه اللي كنوجه له واحد التحيه من هذا المنبر تعطاتني واحد الفرصه ومن تعطاتني ديك الفرصه في ديك اللي قلت بادر علاش اللي ما تكملش في هذا المجال تقدر تعطي فيه اكثر من بعد بقينا خد بقيت خدام انا والدري صاحبي طارق الجلده اللي توكل وجه لي واحد التحيه ملي جات الجائحه ديال كورونا يعني ما بقاوش المهرجانات ما بقاوش السهرات في التلفزيون ما بقاوش الحفلات قلت بادر علاش لما لما تمشيش في هذا المجال في هذه الفتره ديال كورونا تمشي في هذا المجال و يعني لما كان شوك تكون تكونوك هي هذيك صافي بقيت مركز على الجمال بقيت كان مركز على هذا المجال بقيت كنقلب هنا نشوف هنا ندير شوتينغ في هذه المدينه نصور مع ستيلي سيدا هذا حتى جات هذه المسابقه وشاركت فيها وجاب الله النصيب السوشيال ميديا كتعاون 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 الشخص اللي عنده شي محتوى زوين كتعاونو بزاف من بعد كنشكر مجله لاله فاطمه هي يعني كير كيرجع لها الفضل لواحد الدرجه ما كتصورش علاش يعني كل شيء نهار اول اول مشاهده ليا في مجله لاله فاطمه يعني ذاك النهار كان كيوصلوني بزاف ديال الرسائل بزاف ديال لي زابيل بدر شنك في مجله لاله فاطمه بدر في مجله لاله فاطمه يعني على حب على على حد ذاته هذه واحد الفرحه اللي اللي ما كنتش متوقعها انايا أه من ملي تخديت هذا اللقب ديال امباسادور جولد مارك اسفي يعني جاني جاوني رسائل بزاف من عند صحابي من عند عائلتي من عند لاعب دولي عبد الرزاق حمد الله اللي هو ولد مدينتي توا أه أه لحت عبر الانستغرام وقال لي وقال أه يعني ناس بزاف السوشيال ميديا كت كتعاون واحد شويه ولكن خاص يكون عندك واحد المحتوى اللي زوين يعني يكون عندك واحد المحتوى اللي زوين اللي, ب... اللي ما غيرجعش عليك اللي ما عليك بالندامه قبل <applause> بالنسبه لمجال عرض الازياء الرجالي واش كيؤكل الخبز آه ما نقدرش ن... ما نقول لك هو كما كم كنقولوا خاص ضروري الواحد يدير يكون عنده تكون عنده واحد الوظيفه اخرى اللي بغى يكمل في هذا الدومين حيتاش مازال كنا في الدول الاوروبيه يقدر يقدر يوكلك الخبز ويوكلك كما كنقولوا تا كرواصه. <applause> اما بالنسبه للمغرب ما حيتاش اغلبيه ديال الشباب هنا اللي اللي موديل او او عارض ازياء يعني ما كتعطاهمش ما كتعطاهمش فرصه ما كتعطاهمش فرصه في التلفازه يعني الا مشينا حنا غا الشباب ديال تركيا. يعني ملي كتجي تشوف شي ممثل ملي كتجي تشوفه قبل كتلقاه عارض الازياء هنا لا هنا ملي كيكون كي شي اشهار كنبقاو نشوفوا غير نفس غير نفس الوجوه كتكون شي سيد كوم ولا شي ولا شي فيلم ولا شي حاجه كنبقاو نشوفوا نفس الوجوه ما كتعطاش فرصه للشباب ديال ما كتعطاش فرصه للمغاربه باش باش يبانو ويزيدوا ويزيدوا يتعرفوا عليهم الناس اكثر بالمجال ديال الكوميديا باقي فيه باقي انا والصديق ديالي طارق الجلده الملقب بقهوه آه هذا قبل ما يكون الثنائي ديالي راه صديق ديالي راه عشرة ديال عشرين عام ولا 19 عام يعني قرينا مع بعضياتنا من كبرنا في حي واحد آه وان شاء الله كنوجدوا السبيكتاكل الثاني ديالنا ان شاء الله غير ملي جات هذه الجائحه ديال كورونا انا تعمقت في هذا المجال ديال الموضه او ديال عرض الازياء من الاخيره كنبغي نشكر بزاف بزاف مجله لاله فاطمه وكنبغي نشكر جمهور اللي كيبغيني واللي كيثق فيا واللي كيشجعني وكنبغي نشكر شكر خاص عز انسان عندي اللي هي الوالده واللي جات حاضره معايا نيت في اي بلاصه مشيت ليها وان شاء الله تسنوا الجديد ديالي ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وما تنساوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد لاله فاطمه